انقطاع قطرات المياه في درجات حرارة كهذه معاناة ربما لم يعيشها مسؤول واحد عن المياه في محافظة الجيزة، ولكن لا يعرفها جيدا سوى سكان منطقة فيصل. جوزي بيروح يملى مية من الشغل في أزايز عشان خاطر نطبخ بالنهار ونتشطف، والولاد والمدارس داخلة والعيد داخل، والناس بتستهلك مية أكتر في الأيام دي، مفيش مية خالص، مش عارفين نعمل إيه. عايزين مية نشرب مش لاقيين، نجيب مية منين؟ وغير كده كمان المية لو جت حضرتك المية كلها كلور. كانت المية موجودة وكويسة، بقالها فترة مهببة بهباب كده، وبتجينا الفجر وبنستناها والوقت ما بتجيناش خالص، ولا امبارح ولا أول امبارح جات لنا ولا النهاردة. إحنا عفنا من كتر مفيش مية، ارحمونا شوية، قالوا لك خط الشيخ زايد ما اشتغلش. كل يقول لك الشهر الجاي الشهر اللي بعديه ما فيش ميه خالص في المنطقه. لو مسؤول راضي على نفسه وعلى عياله وعلى بيته ان مراته تجيب ميه من تحت عشان تشطف جوزها وتشطف عيالها، هم عايشين في التكييف، هم عايشين في التكييف مش حاسين. وبعد ان ضاقت شكواهم من صم اذان المسؤولين، قام اليوم سكان مناطق فيصل بقطع الطريق الدائري اعتراضا على انقطاع المياه بشكل شبه دائم. اشتكينا في شركه المياه عشان تكون عارف، ما فيش حد بيجي ولا حد بيعبر حد. انا لو ما عنديش ميه بتاعه الترومبه هقفل واروح، ما فيش شغل. هي الشارع كله ماشي كده، يعني الناس دلوقتي بتملى ميه الترومبه عايزه تشربها، يعني الميه الحلوه بتجيب امراض، وكمان ميه الترومبه هتموتهم اكتر. احنا متاجرين الفرن ده والعجين بيبوظ وبيقعد، وده حار لو قعد مترمي. ادي عداد الميه اهو، وادي الفواتير، ولا فيه نقطه ميه بتوصل، ولو جت بتيجي ملوثه نصها كلور وبتقطع. حرام والحلال، يعني احنا ابسط حقوقنا في الحياه احنا مش واخدينها. تكرار انقطاع المياه على هذا المنوال في تلك المناطق باتت ازمه تؤرق مواطنون حرموا من ابسط مقومات الحياه، قطره مياه. خالد جمال، هنا العاصمه.